بالفعل ما زالت هذه الاشتباكات مستمره وهي الاعنف منذ بدا هذه المواجهات منذ مساء يوم الامس هذه الاثناء او في هذه الاثناء تدور اشتباكات هي الاعنف في محيط جامعه طرابلس ما بين قوات اللواء 444 ضد قوات جهاز الردع بالاضافه الى بعض المناطق والشوارع الحيويه بمدينه طرابلس نذكر من هذه المناطق هي منطقه خله الفرجان عين زاره طريق الشوك وكذلك المنطقه او الضاحيه الجنوبيه من مدينه طرابلس معظم الاسلحه المستخدمه الان هي اسلحه ما بين المتوسطه والثقيله قبل اقل من نصف ساعه تم تسجيل اصابه لاحد المنازل جراء اطلاق القذائف العشوائيه وما يعرف بقذائف الهاون في مناطق خله الفرجان بالاضافه الي منطقه ازداده وايضا نذكر سينار علي ان هذه الاشتباكات هي كانت قد توقفت لقرابه الخمس ساعات تجددت مع بدايه صباح هذا اليوم والسبب يعود لأسر قوات الردع لآمر اللواء 444 محمود حمزة في ظل الحديث عن وسطة تتم سواء كان عن طريق عبد الحميد البيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية أو رئيس الأركان التابع له الفريق محمد الحداد أيضا على مستوى مجلس حكماء وأعيان مدينه طرابلس المركز كل هذه الوسطات حتى الان لم تبدي اي نتائج في سبيل الافراج على محمود حمزه وبالتالي تراجع القوات او القوتين المتصارعتين في مدينه طرابلس ايضا نذكر بان قبل قليل تم رصد استهداف لاحدى سيارات الاسعاف التي كانت متجهه لاحدى محاور القتال لنقل بعض بعض المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات تم استهداف هذه السياره بوابل من الرصاص واصيب اثنين من او اثنان من من المسعفين اللي في هذه السياره كذلك نذكر بان جهاز الطوارئ والاسعاف بمدينه طرابلس اعاد نشر ارقام الطوارئ الخاصه به وذلك لمساعده العائلات العالقه في مناطق الاشتباكات حال ان توفرت الفرصه وسنحت الظروف ليتم مساعده هذه العوائل العالقه في مناطق الاشتباكات نذكر ايضا سينار بان هناك صور منتشره الان تظهر تحرك مجموعه من الدبابات والمدرعات في بعض الاحياء الرئيسيه بمدينه طرابلس لم يتم تسجيل حتى الان استخدام هذه الاسلحه الا انها متواجده بالفعل الان ومنتشرة في عدة مفترقات في العاصمة طرابلس حتى الان لا يتم الحديث الا على الاشتباكات وكيف ستنتهي هذه الجولة التصعيدية هل ستسفر هذه الجهود التي تتم الان على مستوى الحكومة ورئاسة الاركان الافراج عن امر لواء 444 وان تم ذلك هل يعني ذلك انتهاء هذه الاشتباكات ام ان هذه الجوله ستستمر وبالتالي خاصه الان نتحدث على ان بعض الاخبار تشير الى تقدم لقوات اللواء 444 في بعض المناطق في مدينه طرابلس من ضمن هذه المناطق هي مقر الشرطه القضائيه بالقرب من طريق المطار بمعتيقه بالعاصمه طرابلس بعد ان سيطر في ساعه متاخره من ليله البارحه قوات اللواء 444 على احد مقرات قوات جهاز الردع في مدينه ترهونه جنوب شرق العاصمه طرابلس ما يعرف في منطقه الداون وهي احدى تمركزات قوات جهاز الردع. طيب نوعيه الاسلحه المستخدمه يعني ذكر انها اسلحه خفيفه ومتوسطه، هل هي فقط اسلحه بريه دبابات مدرعات ام ان هناك يعني هجمات بالطائرات؟ يعني سينار اذا ما تحدثنا منذ البدايه كانت الاسلحه المستخدمه هي اسلحه الخفيفه الرشاشات بمختلف انواعها كانت تستخدم ليله البارحه، صباح هذا اليوم تم تسجيل استخدام الاسلحه المتوسطه مضادات الطائرات والتي تستخدم في حروب البر هنا في ليبيا بالاضافه كذلك لقذائف الهاون ايضا مدفعيه من عيار 105 و106 وهذه القذائف بالفعل تصل الى مديات مختلفه من اربعه الى ربما ثمانيه او تسعه كيلو متر كحد اقصى، وهذا السلاح هو ما يخشى عليه من قبل او على المواطنين، خاصه بان هذا السلاح هو سلاح عشوائي، لا يوجد دقه في استخدام هذه الاسلحه، تنتشر كذلك عدد من المدرعات والدبابات في العديد من مفترقات المدينه. ولكن إلى الآن لم يتم تسجيل استخدام الدبابات في هذه المواجهات الدائرة في مناطق طرابلس ولكن إذا ما استمر التصعيد في العاصمة طرابلس فمن المرجح أن تدخل أو يدخل سلاح الدبابات والمدرعات أيضا على خط المواجهة خاصة بأن في هذه الأثناء هناك أيضا تواجد لطائرات او نشاط لحركه الطائرات المسيره في مدينه طرابلس هذا السلاح هو يستخدم من قبل القوات او الاطقم الفنيه التركيه المتعاونه نعم. مع قوات حكومه عبد الحميد دبيبه وفقا لما صرح به في وقت سابق وزير الداخليه بحكومه الدبيبة على ان الطائرات المسيره هي تتم بالتنسيق ما بين القوات التركيه وقوات وزاره الداخليه بالحكومه. إذن عبد العزيز الفخري مراسل الغد من بنغازي شكرا جزيلا لك